يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 34، الصغرى 26، الإسكندرية 32-24، مطروح 31-25، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 36-24. ننتقل إلى السويس 36-25، العريش 34-23، طابة 34-26، شرم الشيخ 36-29، والغردقة 37-28. أما في الأقصر فالعظمى 39، الصغرى 27، أسوان 40-28، الوادي الجديد 39-23، حلايب 34-29، وأخيرا شلاتين 37-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.